بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإننا نستكمل في هذه الحلقة ما بدأناه في الحلقة السابقة أو في الحلقتين السابقتين من شرح القواعد الفقهية من كتاب قواعد الفقه الكلية رؤية عصرية، هذا الكتاب القيم الذي ألفته وزارة الأوقاف بواسطة نخبة من كبار علمائها وفقهائها وبإشراف معالي الوزير المحترم الفقيه المجدد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكذلك أيضا مراجعة ومشاركة وتقديم الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. والكتاب في واقع الأمر يعتبر نموذجا حيا ومتجددا لدراسة القواعد الفقهية، تلك القواعد التي تساعد الباحثين وتساعد الفقهاء وتساعد المتحدثين في الدين على أن يضبطوا الأحكام الفقهية ضبطاً سليماً صحيحاً، وذلك وفقاً للأدلة الشرعية التي استنبطت منها هذه الأحكام الفقهية، حيث إن القاعدة عبارة عن أمر كلي أو ضابط كلي يندرج تحته مجموعة من الفروع الفقهية التي تخضع لهذه القاعدة. وكما قلت في المحاضرة السابقة، إن القاعدة الفقهية هي أشبه بالأصل أو بالأبي الذي يتفرع منه أبناء، فهي ذات أصل عام يشمل كثير من الفروع الفقهية، وبالتالي يسهل أن نقول إن هذا الفرع يتبع هذا الأصل أو هذه القاعدة، ويكون حكمه بناء على ما تنطق به هذه القاعدة من أن الضرر يزال أو أن الأمور مقاصدها أو أن الضرر لا يزال بضرر مماثل أو قاعدة إنما الأعمال بالنيات. كل هذه القواعد الفقهية تعتبر أصول لفروع، هذه الفروع بتندرج تحت هذه القاعدة، وتعتبر القاعدة تعليلا لها وتأصيلا لحكم هذه القاعدة. وبالتالي من السهل على الفقيه أو على من يفتي في الدين أو يبين للناس أحكام القواعد الفقهية، من السهل عليه أن يعرف حكم هذه المسألة التي يتكلم فيها من خلال القاعدة الفقهية التي تندرج تحتها. فهي وسيلة لضبط الأحكام الفقهية بالنسبة للفقهاء، ووسيلة أيضا للوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح بالنسبة لمن يتحدثون في الدين أو يعملون في حقل الدعوة الإسلامية أو يدرسون الفقه أو العلوم الشرعية أو غير ذلك من الأمور التي تتصل ببيان حكم الله للناس. وأعتقد أنه عمل كل فقيه نفر لبيان أحكام الله وتعلمها ثم تعليمها للناس، عملا بقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. والقاعدة التي سنتكلم عنها في هذه المحاضرة هي قاعدة عظيمة من قواعد الفقه الإسلامي ومن قواعد الدين أيضا، لأن الدين في مجمله وفي عمومياته وفي كلياته وجزئياته يدعو إلى هذه القاعدة، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة تبدو أهميتها من جهة أن الشريعة الإسلامية بل والأديان السماوية كلها، هذه الشرائع السماوية والتشريع الإسلامي بوجه أخص، ما نزل إلا لرفع الضرر عن الناس وجلب النفع له. فكل أمر فيه منفعة يكون مشروعا في شرع الله عز وجل، وكل أمر فيه مضرة يكون محظورا في شرع الله تبارك وتعالى. والقاعدة يعني قد جاءت تأصيلا لجملة من الأحكام الفقهية التي تنفي الضرر عن النفس، أي الضرر الذي يوقعه الإنسان بنفسه أو الذي يمكن أن يكون سببا في إيقاعه بنفسه، وكذلك أيضا بتنفي الضرر الذي يمكن أن يوقعه الفرد على غيره من الناس.
فلا ضرر يعني لا يجوز للإنسان أن يفعل الضرر، ولا ضرار ولا يجوز أن يضر بغيره. وقد قيل بحق في شرح هذه القاعدة إن نفي الضرر هنا معناه أن الإنسان لا يجوز له أن يضر بغيره، لا ضرر ولا ضرار، أن الإنسان معناها أن الإنسان لا يجوز له أن يضر بغيره. فقد نفت هذه القاعدة الضرر عن الإنسان الذي يوقعه الإنسان على نفسه، وكذلك أيضا نفت الضرر الذي يوقعه الإنسان على غيره من الناس، فهي قطع لدابر الضرر من أساسه أو من جذوره. وقد جاءت صيغة القاعدة بأسلوب الخبر أي لا ضرر، مع أن واقع الأمر يدل على أن الضرر يقع ويشاهده الناس في كل وقت، فما من يوم يمر أو ما من وقت يمر إلا وتجد أن ثمة ضررا قد وقع على الناس، سواء كان هذا الضرر مقصود أو غير مقصود. فمن يعتدي على حقوق الآخرين أو من يعتدي على الأنفس أو الأموال أو الدماء أو يكدر الأمن أو يمارس الإرهاب، هذه كلها مضار بتقع. فمعنى ذلك أن الضرر يقع، سواء كان هذا الضرر بيقع على الإنسان أو من الإنسان على نفسه، أو بيقع هذا الضرر من الإنسان على غيره من الناس أو على مصالح الناس أو مصالح المجتمع. فكيف يجيء الأسلوب بطريق الخبر مع أن هذا الخبر في واقع الأمر يعني له ما يصادمه في واقع الحياة؟ فإذا كان الأمر يتعلق بالنفي فإن النفي في هذه الحالة ليس واردا على أصله أو ليس واردا على استقامته الأصلية، لأن الضرر بيقع في واقع الأمر، ولهذا كان لابد أن يصرف الخبر عن ظاهره ليكون بمعنى الطلب، بمعنى الطلب. فالنفي هنا وإن جاء على صيغة الخبر إلا أن الخبر هنا مراد به الطلب، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان، يعني مش لا ضرر، نفي الضرر، لا، الضرر يقع، يبقى المراد به النهي، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يضر بغيره ولا يجوز للإنسان أن يضر بنفسه، فلا بد من حمل النفي في هذه الحالة على النهي، أو العدول بالأسلوب في هذه القاعدة من أسلوب الخبر إلى أسلوب الطلب، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يضر بنفسه كما لا يجوز للإنسان أن يضر بغيره. وهذا الأسلوب معهود في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار، فهو هي قاعدة فقهية جاء بها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح إلى حد كبير، لأنه يطلب من الناس أو يطلب من الإنسان ألا يضر بنفسه كما يطلب من الإنسان نفسه ألا يضر بالآخرين. لكن هذا النسق من الخطاب الديني جاء في القرآن الكريم في أكثر من موضع، ومن ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه أساليب قرآنية بتدل على نفي الفسوق ونفي الجدال ونفي الرفث في أداء الحج أو أثناء أداء مناسك الحج. وإيراد الأسلوب القرآني على الخبر في هذه الحالة ليس واردا على سبيل الحقيقة، وإلا فإن الرفث يقع في الحج، فليس بمستبعد أن يتنظر الناس فيما بينهم وهم يؤدون هذا الفرض فيتلفظون بمثل هذه الأقوال السفيهة. كذلك أيضا الجدال، وما أكثره في الحج حين يحتدم الخلاف بين من يؤدون المناسك ويقول بعضهم حجنا أحسن من حجكم، أو الحكم الذي اتبعناه أحسن مما اتبعتموه، أو الرأي الذي يقول بكذا خير من الرأي الذي يقول بكذا، فالجدال موجود وقائم في الحج. فلا رفث، والفسوق أيضا موجود، لأن ضيق البقعة وتزاحم الناس في أداء المناسك بيؤدي إلى أن تضيق أخلاق الناس ببعضهم، فربما يتلفظون بألفاظ تخرج عن إطار الوقار وتخرج عن إطار الأدب الذي يريده الله عز وجل من عباده في هذا الموطن الشريف. ولذلك كان إيراد الأسلوب في إطار الخبر في هذه الحالة ليس إيرادا على الحقيقة، وإنما هو إيراد بمعنى الطلب، فكأن الله عز وجل يريد من عباده إذا قصدوا الحج أو شرعوا في أداء مناسكه
أو توجهوا إليه بمجرد أن يعقد النية على الحج فلا يجوز له أن يرفث، ولا يجوز له أن يفسق، ولا يجوز له أن يصخب. وهذا الأمر وإن كان مطلوب من الإنسان في كل المواطن وفي كل الأحوال، إلا أنه في هذا الموطن الشريف مطلوب على سبيل الخصوصية، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يفعله، فقد جاء الأمر هنا بأسلوب الخبر، لكن المراد به أيضا الطلب. ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد شرحنا هذا الأمر. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. هذا خبر، الله عز وجل يخبر في هذا القول الكريم ومن دخله كان آمنا بأن من يدخل البيت الحرام يكون آمنا. وهذا الكلام إذا جرى على الخبر ربما يحدث في واقع الأمر ما يناقضه، فيكون خبر الشارع أو إخبار الشارع عن هذا الأمر قد تخلف، وهذا محال على الله عز وجل. وإذا كان هذا الأمر محال وهو تخلف ما يخبر به الشارع الحكيم سبحانه وتعالى الذي هو أعلم بكل شيء والذي هو أصدق القائلين والذي هو يعلم ظواهر الأمور وبواطنها، إذا كان هذا الأمر غير واقع بل مستحيل في حق الله عز وجل، فلم يبق إلا أن يصرف الأسلوب من الخبر إلى الطلب، كأن الله عز وجل يقول: ومن دخله كان آمنا، أي ومن دخله فأمنوا. هذا خطاب يطلب ممن بيده الأمر أو الولاية على هذا المكان، بل يدخل فيه أو يدخل في هذا الخطاب كل من يملك أن يؤمن إنسانا ولا يفعل هذا الأمر، فكل إنسان باستطاعته أن يؤمن أخاه أو من يؤدي معه هذه الفريضة فلا يحنق عليه ولا يضيق خلقا به ولا يتصرف معه تصرفا عدوانيا يمكن أن يؤذيه أو يعكر صفو حياته، سواء كان ذلك التعكير من الناحية البدنية بالإيذاء البدني أو الإيلام الجسدي، أو يكون ذلك التعكير حتى بالإيلام النفسي، وذلك من خلال جفوة العبارات وقسوة الكلام، فإن قسوة الكلام فيها مشقة على النفس وفيها ألم. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى أن يحسن الناس الكلام مع بعضهم، وذلك في قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وفي قوله عز من قائل: وقولوا للناس حسنا. فالكلام الحسن من الأمور التي طلبها الله عز وجل من عباده حتى لا يؤذي بعضهم بعضا بالكلام العنيف أو بالكلام الجارح أو بالكلام القبيح من باب أولى. ولذلك كان إيراد الخبر بمعنى الطلب في الخطاب الشرعي من الأمور العادية أو من الأمور التي يتعين صرف الخبر إليها، خاصة إذا كان الخبر مما يمكن أن يحتمل عدم الوقوع أو الوقوع. ولذلك جاءت القاعدة: لا ضرر ولا ضرار في هذا السياق، أي لا تفعل الضرر، فلا يجوز للإنسان أن يضر بغيره ولا يجوز للإنسان أن يضر بنفسه. وربما كان الإضرار بالغير من الأمور العادية، لكن الأكثر غرابة أن يؤمر الإنسان بألا يضر بنفسه، مع أن الإنسان حريص على نفسه وهو يحاول أن يتقي الضرر بقدر الإمكان، ويحاول أن يتلاشى في حياته وفي سيره وفي مأكله وفي مشربه وفي تعامله مع الناس، لأن الإنسان محب لنفسه ومحب للحياة ومحب للمال ومحب لكل شيء يمكن أن يحبه الإنسان. وبالتالي كان خطابه في هذا الأمر من الأمور يعني التي يجب أن تستلفت الأنظار، فكأنه كأن الله عز وجل يقول لنا: لا تضروا أنفسكم. والخطاب في هذه القاعدة أو في هذا الحديث الشريف لا ضرر أي لا تضروا أنفسكم من الأمور الواردة، لأن الإنسان كثيرا ما يتخذ من التصرفات التي قد تضر به وهو لا يشعر، خاصة في الموائمة بين الأمور العادية التي يمكن أن تقع، بين المطلوبات المتعددة، فالإنسان قد يفعل شيئا وهو مطلوب منه، ولكن أداءه لهذا الشيء قد يترتب عليه ضرر له. وأقرب مثل لذلك ما نعيشه اليوم في ظل
هذه الجائحة التي تجتاح العالم وهو فيروس كورونا. فهذا الفيروس يعني أصبح واقعا متجددا يفسر لنا كثير من الأمور الفقهية التي ربما كانت غائبة عنا من قبل، والأمور التي كانت تجرى في الظروف العادية ولا تمثل ضررا ربما أصبحت هذه الأمور العادية في الوقت العادي وقبل أن يجتاح العالم هذا الوباء كانت أمرا عاديا. اليوم أصبحت أمرا ليس عاديا، بل أصبحت أمرا يمكن أن يترتب فيه ضرر. فمثلا العبادات مطلوب شرعي طلبه الله عز وجل بأدلة شرعية محققة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وانعقد عليها إجماع علماء الأمة، وذلك من مثلا أداء الصلاة في الجماعة، وكذلك أيضا أداء فرض الحج وأداء العمرة وغير ذلك من العبادات التي تتطلب التجمع والاجتماع. هذا أمر مطلوب عادي، وكان هذا الأمر عاديا في غير الظرف الذي نعيشه الآن. أصبح الآن في هذه الأمور أداؤها يتعارض مع أمر يتعلق بالإضرار بالنفس أو بالضرر، أو بالضرر الذي يمكن أن يوقعه الإنسان بنفسه. فإذا ما ذهب كل إنسان لأداء الصلاة جماعة فإن هذا الأمر مع أنه مطلوب شرعا إلا أنه يترتب عليه ضرر للإنسان، وبالتالي مطالب أو الإنسان مطالب في هذا الوقت بأن يمنع الضرر عن نفسه، حتى ولو كان هذا الضرر سيأتي من أمر طلبه الشارع، لكن مطلوبات الشارع كما هو معروف يقدم بعضها على بعض، فهناك ما هو أولى من غيره في الأداء. فالله عز وجل لم يشرع المطلوبات الشرعية بدرجة واحدة، ولكنه قدم بعضها على بعض، وجعل المعيار الفاصل في هذا الأمر هو تحقيق الضرر من عدمه، بل في حالة تحقيق الضرر هناك ضرر جسيم وهناك ضرر يسير. فإذا ترتب على الأمر ضرر جسيم فإن هذا الضرر الجسيم يقعد الإنسان عن أداء هذا العمل، أو ربما يمكن دفعه بالضرر اليسير فيرتكب الضرر اليسير من أجل دفع الضرر الأشد. ولذلك فيه قاعدة أخرى بتتفرع عن هذا الأمر، وهي قاعدة أنه إذا تعارض ضرران روعي أشدهما بارتكاب أخف الضررين. وكثير من الأمور يمكن أن تؤدى على هذا النحو. فمثلا فوات النفس ضرر عظيم جدا عند الله وعند الناس، فالآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه، وبالتالي يجب على الإنسان أن يحافظ على نفسه، والمحافظة على النفس هي مقصود أديان السماء جميعا. وقد قلت في المحاضرة السابقة إن النظر إلى أولويات المصالح الشرعية يجعل النفس في مرتبة ربما تتقدم فيها على الدين، لأن الدين بدون النفس لن يكون له مقتضى، فالله عز وجل ما أنزل دينه إلا لهداية الإنسان، وهذا يقتضي بداهة أن يكون الإنسان موجودا وأن يكون سليما قادرا على أن يؤدي التكاليف الشرعية. فإذا لم يوجد الإنسان أو وجد وجودا غير صالح للتكليف فإن نزول التشريع لن يكون له معنى. ولك أن تتصور مثلا رجلا مجنونا لا يعي ما يقال له، هل يمكن أن يخاطب هذا من الشارع؟ إن الله عز وجل لا يخاطب بما أنزله وحيا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا لمن يعقل الخطاب. فإذا لم يعقل الإنسان الخطاب فإنه لن يكون أهلا للتكليف، وبالتالي لن يكون للتكليف معنى. فالله لا يخاطب جمادا، ولا يخاطب أناسا لا يسمعون، ولا يخاطب أناسا لا يعقلون. ولذلك جاء الأمر بالتدبر العقلي وبإيقاظ العقل وبالمحافظة على العقل وبالمحافظة على النفس من الأولويات التي يجب أن يتعين المصير إليها والتي يجب أن يحافظ عليها الناس. وبالتالي المحافظة على النفس مقدمة على المحافظة على الدين، لأن الدين بدون نفس لن يكون له داع. وقد خلق الله السماوات والأرض والإنسان ثم أنزل له التكليف وبعث إليه الأنبياء والرسل بعد أن هيأ كونه للعبادة، وخلق الليل والنهار والشمس والقمر، وهيأ ظروف الزمان والمكان للوحي الذي ينزله لعباده، ثم خلق الإنسان، وبعد أن خلقه وأوجده أنزل له هذا الوحي ليكون هاديا له. فكأن وجود النفس البشرية مقدم أولا، وبالتالي يبقى فوات النفس البشرية معناها أن مقصود الدين لن يتحقق، وأن المقصود من إنزال الدين لن يكون له معنى أو مقتضي، وبالتالي يقدم حفظ النفس على ما سواها. فإذا ما كان أداء العبادة سيترتب عليه ضرر
يؤذي بالنفس، لا، يبقى المحافظة على النفس تترجح في هذه الحالة. ونلاحظ فيه لفتة في ترتيب القاعدة الشرعية، لا ضرر ولا ضرار. اللفتة دي ربما لا يتنبه لها الكثير، وهي أن القاعدة بادرت أو بكرت بنفي الضرر عن النفس أولا، ثم ثنت بنفي الضرر عن الناس، يعني نهت الإنسان عن أن يضر بنفسه أولا، لأن المحافظة على النفس مطلوب عينا على الإنسان، لأنها نفسه، وإذا فوتها يكون قد فوت على الله حق العبادة وحق الطاعة من نفس هو لم يخلقها. الأمر الثاني أن النفس البشرية والإنسان ككيان آدمي وككيان صنعه الله عز وجل على عينه وسواه وصوره ونفخ فيه من روحه، هذا الكيان الآدمي في حد ذاته هو كيان مسبح بحمد الله عز وجل، فكأن كل ذرة من ذرات الإنسان، كأن كل خلية من خلايا الإنسان هي كائن حي في ذاته، وله إرادة وله تصرف وله قدرة تسبح بحمد ربها، كما قال الله عز من قائل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإذا ما ظن الإنسان أنه مالك لنفسه وأن باستطاعته أن يضر بنفسه لأنها ملك له، هنا يكون قد صادم حق الله عز وجل، وحق الله عز وجل في ملكية النفس أهم من ملكية الإنسان لنفسه، ولذلك يترجح حق الله في هذا الأمر، لأن الإنسان مسبح بحمد ربه بالجبلة، ولذلك كان الآدمي بنيان الرب ما وملعون من هدمه، ملعون من هدمه، سواء كان هذا الهادم هو الإنسان الذي يهدم بنيان نفسه ويقتل نفسه أو يضر بنفسه، وسواء أكان هذا الذي يهدم النفس هو الإنسان الذي يعتدي على نفس غيره إما بالأذى أو بالقتل الذي يقعده عن طاعة الله عز وجل، لأن نفس الآدمي مسبحة بحمد ربها، وإن من شيء إلا يسبح بحمد ربه. ولذلك حتى الإنسان الذي يقتل نفسه هو في النار، هو مخلد في النار. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، كأن الله عز وجل قد خلقه ليعبد الله عز وجل، ثم هو لم يرتضي هذه الرسالة النبيلة والرسالة المقدسة فرد على الله النفس التي خلقها، وهذا من أقبح الأعمال مع الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله عز من قائل في حديثه القدسي: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. فلا يظن الإنسان أنه مالك لنفسه بمعنى أنه يتصرف في هذه النفس بما يرى أو بما يشاء، لا، وله حدود في هذا التصرف، لأن الله عز وجل يملك هذه النفس، وبالتالي يجب على الإنسان أن يحافظ على نفسه. وحذرنا من ذلك فقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال عز من قائل: ولا تقتلوا أنفسكم. ومن العجيب أن يخاطب الله الإنسان بألا يقتل نفسه، فهل من الممكن أن يقتل الإنسان؟ نعم، لأن الإنسان يمكن أن يصل إلى درجة من الحمق والتجبر والافتراء الذي لا يبقي ولا يذر، فلا يكتفي بقتل الآخرين أو بالتعدي على حقوق الآخرين، بل يعتدي على حقوق نفسه. ومن يفرط في حق نفسه لا يستبعد عليه أن يكون مخربا ومفرطا في حقوق الآخرين، لأن الإنسان إذا عجز عن حفظ حقه في نفسه يبقى لا يؤتمن على أن يحفظ حقوق الآخرين في حياتهم أو في دمائهم أو في أعراضهم أو في أموالهم، وبالتالي حفظ النفس مقدم على ما سواه. طيب، حفظ النفس إذا تعارض مع حق الله عز وجل، اختلف الفقهاء في هذا الأمر وقالوا في تطبيق هذه القاعدة، كان هناك خلاف يطرأ في دراسة القواعد الفقهية، وذلك فيما يتعلق بالعلاقة بين حق العبد وحق الرب، أو الضرر الذي يقع على العبد والضرر الذي يقع على دين الله عز وجل، هل يقدم حق العبد أو لا يقدم حق، أو يقدم حق الرب اللي هو الحق العام أو الحق الخاص. كان هناك خلاف يجري بين الفقهاء في هذا الأمر، وكانت الغاية من هذا الخلاف هو بيان المصلحة الأولى بالرعاية والضرر الأولى بالدفع أو بالنفي، وكان هناك حد فاصل بين الضرر الخاص والضرر العام، وكانت القاعدة أن الضرر العام يقدم على الضرر الخاص، وأنه يتحمل الضرر العام من أجل ويقدم على الضرر الخاص.
لكن إذا تبين أن الضرر الخاص سيتوقف عليه بقاء الضرر بقاء النفع العام، يبقى في هذه الحالة المسألة تلاشت، يعني حتى في 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 مستجدات الأيام التي نعيشها، وهو ما حدث بالنسبة لفيروس كورونا. حتة التفرقة التي كانت موجودة في الفقه بين الضرر العام والضرر الخاص، بين الحق العام والحق الخاص، هذه التفرقة قد تلاشت في ظل الوباء الذي انتشر في أيامنا هذه، فلم يعد هناك تفرقة بين الحق العام والحق الخاص. صحيح الحق، وأصبح الحق العام هو الصبغة الغالبة في هذا الأمر، لأن حق الله في كل الموجودات قد غلب، واستبان للناس أن كل شيء مخلوق لله عز وجل، وأن الحق العام يعم نفعه ليشمل الحق الخاص والحق العام معا. فالمحافظة على الحق العام تؤدي في النهاية إلى المحافظة على الحق الخاص، والمحافظة على الحق الخاص أصبحت النهاردة تؤدي إلى المحافظة على الحق العام، ولم يكن ثم لم يعد هناك تفرقة بين الحق العام أو الحق الخاص، أصبح الحقان شيئا واحدا. ولذلك حتى ما يعني أداء العبادة في ذاته أصبح حقا من حقوق الله عز وجل، ونفعه يعود على الإنسان، وتبين للإنسان أن حتى مجرد أداء العبادة هو فضل من الله عز وجل. مجرد أن تؤدي العبادة، أن تقدر على أداء العبادة، أن تقدر على أداء حق الله عز وجل، ذلك فضل من الله تبارك وتعالى وليس منا من العبد، هو فضل من الخالق وليس تفضل من المخلوق، لأن المساجد موجودة ولكن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي الفرض فيها، لأن أداء الفرض فيها سيترتب عليه ضرر أعم وأعظم من ضرر المحافظة على النفس، وبالتالي بيقدم الحق المحافظة على النفس في هذه الحالة عن الأداء الجماعات والجمع وغير ذلك مما يمكن أن يتهدد النفس أو يؤدي إلى الإضرار بالنفس وزوالها إلى هذا الحد. وبالتالي التفرقة بين الحق العام والحق الخاص أصبحت زائلة، وأصبح النهاردة كان الناس فيما مضى يستهينون بالحق العام، وكان كل إنسان يحرص على أن يلتهم الحق العام ولا يحافظ عليه، وكانت هذه مشكلة من المشكلات التي تتهدد كثيرا من المصالح الشرعية في بلادنا الإسلامية، طغيان الحق الفردي على الحق العام. ويمكن أن ترى هذا الأمر حتى في الطرقات، كل صاحب حق خاص يريد أن يجور على الطريق فلا يترك للمارين شيئا. المياه العامة، مياه الأنهار والمياه الجارية وغيرها، يمكن أن تلوث من الناس. فطغيان الحق الخاص على الحق العام كان سمة بارزة في أيامنا هذه، فاستبان للناس في هذه الأيام أن الصلة بين الحق العام والحق الخاص أصبحت صلة تطابق وتداخل وارتباط لا يقبل الفصل. فمن يحافظ على الحق العام لابد أن يحافظ على الحق الخاص، ومن يحافظ على الحق الخاص لابد أن يحافظ على الحق العام، وأصبح الفصل بين الأمرين لا يمكن أن يؤدي الهدف المطلوب للشارع في حماية المصالح ودفع المضار على الناس. فمثلا الإنسان حر في أن يتصرف مع نفسه، وقد يسول له ذلك أن يترك نفسه نهبا للعدوى بالفيروس، هذا حق خاص، لكن هذا الحق الخاص إذا حدث التفريط فيه فإنه سيؤدي إلى كارثة كبرى، لأنه سيتطرق بالضرورة إلى الحق العام فسيصيب أنفس أناس كثيرين من غير حصر، وهذا حق عام أو هذا ضرر عام. فكأن الضرر الخاص الآن لم يعد في بعد عن الحق العام. وكذلك أيضا الحق العام إذا تم انتهاكه بأن تعمد الإنسان نشر الأمراض، وكما يدعو بعض السفهاء والجهلة إلى أن يخرج الناس وأن يعتدوا على غيرهم بنشر العدوى، هؤلاء الكارهون للمجتمعات وللإنسانية الذين يريدون أن يبثوا أفكارهم الهدامة، يظهر أحدهم على الشاشات ويقول لهم تعمدوا نقل العدوى إلى الناس. لم يعلم هذا الجاهل الحانق الحقود أنه حين يعتدي على الحق العام، حين يعتدي على مجموع الناس، فإنه بذلك يعتدي على الحق الخاص. لم تعد هناك تفرقة بين الحق العام والخاص. كثير من الأمور الشرعية
التي تتعلق بالمصالح والمنافع بالحق العام وبالحق الخاص أصبحت النهاردة في حالة اندماج كامل، وأصبحت التفرقة التي كان الفقهاء يتحدثون عنها قبل ذلك ويقولون إن حق الله غير حق العبد وحق العبد غير حق الله، وإن الخلاف الذي كان موجودا بين الفقهاء هل يقدم حق الله على حق العبد أو يقدم حق العبد على حق الله عز وجل، وكان الإمام أبو حنيفة يقول إن العبد فقير محتاج والله غني غير محتاج، وحق الغني الفقير المحتاج يقدم على حق الغني غير المحتاج، وكان جمهور الأئمة يقولون لا يقدم الحق العام لأن الحق العام يعتبر من حقوق الله عز وجل، والله عز والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقضوا الله فالله أولى بالوفاء. هذا الخلاف أنا أعتقد أنه في ظل الجائحة الموجودة وفي ظل المستجدات الموجودة لقاعدة لا ضرر ولا ضرار أصبح خلافا شكليا وليس خلافا حقيقيا، لأن المحافظة على الحق العام تقتضي بالضرورة المحافظة على الحق الخاص، والمحافظة على الحق الخاص تقتضي بالضرورة المحافظة على الحق العام، فذابت التفرقة بين الحقين وأصبح نفي الضرر عن النفس وعن الجميع من الأمور التي يخاطب بها الناس أمام الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يقصر فيها، وأن من يقصر في أداء هذه الحقوق أو في القيام بواجبها لا يمكن أن يكون قد أدى مطلوب الشارع على نحو صحيح، بل لا بد أن يحترم الحقين وأن يحترم الحق العام والحق الخاص، فاحترامه للحق الخاص احترام للحق العام، واحترامه للحق العام هو في نفس الوقت احترامه للحق الخاص. وأنا أعتقد أن إعلاء شأن الحق العام ودخول الحق الفردي في إطار الحق العام أعتقد أن ذلك نظرة متحضرة في التعامل مع الدين والدنيا، فإن الأمم التي تقدمت ما تقدمت بالنظرة الفردية وما تقدمت بالأنانية وما تقدمت بأن يفكر كل إنسان في نفسه ويقول أنا والطوفان، ولكنها انتصرت بإعلاء الشأن العام بالمحافظة على الشأن العام بالمحافظة على المصالح العامة بالمحافظة على الحقوق العامة بالمحافظة على حقوق الله عز وجل. المحافظة على الحق العام هي التي صنعت الدول المتحضرة في أيامنا هذه، فأنت حين تجد الدول التي تقدمت في الشرق أو تقدمت في الغرب حين تبحث عن أساس التقدم فيها تجد أنها قد حافظت على الحق العام، وأن احترام الحق العام عندهم يفوق تقديسهم وتقديرهم للحق الخاص، وأن الإنسان يستطيع أن يعيش في مجتمع قوي قادر كريم عزيز خير من أن يعيش وحده عزيزا أو قويا أو غنيا في مجتمع فقير ضعيف متهالك. الإنسان يشرف بالمجتمع الذي يعيش فيه، فإذا كان المجتمع الذي يعيش فيه مجتمع متعلم مجتمع متحضر مجتمع عفيف مجتمع قادر على أن يعلي كلمته وأن تكون له كلمة نافذة واحترام في نفوس الناس، هنا يكتسب الإنسان احترامه من المجتمع الذي يعيش فيه حتى ولو كان فقيرا معدما، ولو كان المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان فقيرا والفرد غنيا ومالكا وقادرا فإنه لا يمكن أن يكون عزيزا وهو يعيش في وطن ذليل ضعيف. إن العزة الفردية تنطلق من إعزاز المجتمع، ولذلك نسب الله العزة إلى نفسه فقال عز من قائل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عزة الله عز وجل، الله تبارك وتعالى عزيز بذاته، ولكن العزة المطلوبة للمؤمنين لله ولرسوله وللمؤمنين تقتضي أن تكون يدهم عالية وأن يكونوا قادرين على زمانهم وألا يمدوا أيديهم طالبين التسول أو السؤال من غيرهم. اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. ولذلك كان إعلاء حق الله هو إعلاء للفرد، والمجتمع إذا أراد أن يتقدم أي مجتمع إذا أراد أن يتقدم فعليه أن يعلي المصلحة العامة ويقدمها على المصلحة الخاصة، لأن المصلحة العامة إذا أعليت سيكون ذلك سببا لإعلاء شأن الفرد ورفع مكانته في أي مكان يحل فيه أو يتجه إليه، سيكون ذلك سببا لعزة الإنسان في حله وترحاله. أما إذا كان الإنسان غير محترم للحق العام وبحث على نفسه ولم يفكر إلا في مصلحته بل ويجيء تفكيره من أجل صالح نفسه على حساب المصالح العامة وعلى حساب الحق العام،
كل ذلك لن يفيده شيئا، وسيكون الإنسان في دائرة أنانيته زليلا، طالما أن وطنه الذي يعيش فيه ليس وطنا عزيزا كريما محترما في عيون الأمم الأخرى وفي عيون الدول الأخرى وفي عيون الشعوب الأخرى. ولذلك حتة أو مبدأ الفصل بين الحق العام والحق الخاص، أنا أعتقد أنه قد زال في هذه الأيام واستبان للناس في هذه الأيام وتحت هذه الآية الكونية التي اجتاحت الدنيا كلها والتي أصبحت تهدد البشرية كلها، استبان في ظل هذه الجائحة أنه لا تفرقة بين الحقين، وأن من يريد أن يحمي نفسه عليه أن يحمي الحق العام، لابد أن يحمي المجتمع الذي يعيش فيه. ولذلك المبدأ الذي يرفع الآن، حمايتك لنفسك، حمايتك لوطنك أو حماية لوطنك، يقابلها بالتمام والكمال حماية وطنك حماية لنفسك، فالحقان أصبحا شيئا واحدا وتداخل الأمران، وأصبح الحق العام يساوي الحق الخاص والضرر العام يساوي الضرر الخاص بدون تفرقة بين هذين الأمرين في هذه القاعدة. فيما يتعلق بإزالة الضرر، ومن الواجب على الإنسان أن يحمي نفسه من أي ضرر يقع عليه أو يحيط به، لأن الضرر إذا وقع فإنه لا يبقي ولا يظهر، وبالتالي من الواجب عليه أن يدفع الضرر عن نفسه. دليل ذلك قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بل من الواجب على الإنسان أن يأخذ حذره، مش ينتظر حين يقع في التهلكة، من الواجب عليه أن يسد الزريعة في الوصول إلى الضرر الذي يمكن أن يصيبه في نفسه أو أن يصيب الآخرين، وذلك إعمالا لقول الله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. أخذ الحذر معناه أنني أعتبر بالمآلات، أنني أنظر إلى المآل، والتعبد أو اعتبار المآل من الأمور الشرعية المقررة في أصول الفقه. فمن الواجب على الإنسان إذا تصرف تصرفا، سواء كان هذا التصرف قوليا أو فعليا، أن ينظر إلى المآل، أن يتدبر المآل الذي سيؤول إليه هذا الأمر. فإذا وجد أن المآل سيكون شرا فإنه يجب عليه أن يقلع عن هذا الأمر، وإذا وجد أن المآل سيكون خيرا فمن الواجب عليه أن يقدم على هذا الأمر، أو على الأقل يترجح لديه جانب العمل على جانب الترك. وبالتالي اعتبار المآل من المقاصد الشرعية أو من الوسائل الشرعية التي تهدي الإنسان في التصرف عملا أو كفا عن العمل. فقبل أن يتصرف الإنسان، سواء كان ذلك التصرف قولي أو فعلي، عليه أن ينظر إلى مآل الكلام الذي سيقوله، وعليه أن ينظر إلى مآل الفعل الذي سيفعله. فإذا وجد إن هو فعل طيب سيؤدي إلى نتائج طيبة يقوم بأداء هذا العمل، وإذا وجد إنه سيؤدي إلى نتائج سيئة أو يمكن أن يفسر تفسيرا سيء أو يمكن أن تترتب عليه آثار سيئة، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يسد الزريعة إلى الفعل الذي سيفعله. يبقى اعتبار المآل وسد الزريعة إلى الشرور من الأمور التي تترتب على هذه القاعدة، اللي هي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لأن الإنسان قد يفعل أمرا طيبا في واقع الأمر أو في ظاهر الأمر، ولكن المآل بتاعه سيكون سيئا. ولعل ذلك يبدو بوجه أخص في مسألة الغيبة. النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل عن الغيبة قال: أتدرون عن الغيبة؟ قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. الحديث هنا جعل معيار الضرر في الغيبة أن يكره المغتاب ما قيل عنه، حتى ولو كان خيرا، حتى ولو كان خيرا، لأن بعض الناس قد يقول كلاما طيبا على الإنسان وهو لا يحب أن يذكر به، يحب أن يخفي ما صنعه من الخير حتى لا يكون مرائيا أمام الناس، أو حتى يحتفظ بالحسنات التي ينشدها من الله عز وجل عن صدقة السر مثلا، أو عن العمل الذي لا يريد به الرياء، أو غير ذلك من الأمور التي يتغياها من تصرفه. يجب أن يحترم في مقصده أو في الأسلوب الذي يتصرف فيه. فإذا قال إنسان عن آخر إنه كثير الإنفاق أو أنه كثير الطعام أو غير ذلك من الأمور التي قد تبدو حميدة في ظاهره، ثم كره هو أن يذكر بذلك، فإن إثم الغيبة يكون موجودا بحق من اغتاب، ويكون آثما عند الله عز وجل،
ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، إن كان فيه ما نقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وجه الشاهد من هذا الحديث على ما أريد أن أقوله أن الكلام الذي يتلفظ به الإنسان قد يكون كلاما خيرا من وجهة نظر المتحدث، وذلك حين يذكره بكثرة الإنفاق أو بكثرة الكرم أو غير ذلك من التصرفات التي لا تمثل عيبا في حد ذاتها، لكن هو ربما يفهم هذا الأمر فهما غير الذي قاله المغتاب فيساء، أو يساء إليه بهذا الكلام، أو يعتبر أن فيه إساءة له. هذا المآل كان من الواجب على من تحدث أن يراعيه في هذا الأمر حتى لا يقع في هذه المضرة، أو حتى لا يؤدي إلى ذلك المحظور. فاعتبار المآلات من الأمور الواجبة، واعتبار المآل في رفع الضرر من الأمور المدركة، يعني أنا أعلم أن تصرفا ما سيؤدي إلى ضرر، يبقى أمتنع عن التصرف المؤدي إلى الضرر، وذلك من باب اعتبار المآل، وكذلك أيضا من باب اعتبار سد الزرائع إلى الأمور المحرمة. فسد الزرائع واعتبار المآل يعتبران من الأمور التي تؤدي إلى أن يتوقع الإنسان الوقوع فيما يضر بنفسه أو فيما يضر بالآخر. وأنا أعتقد أننا بهذا البيان نكون قد ألقينا ضوءا على هذه القاعدة المهمة، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وذلك في جانبيها الفردي والاجتماعي، وأن فكرة التفرقة بين الجانب الفردي والجانب الاجتماعي في رفع الضرر لم تعد واضحة في أيامنا هذه، بل إن المحافظة على الحق العام أصبحت أساساً للمحافظة على الحق الفردي، وأن الأفراد المتدينون بحق هم الذين يحفظون حق المجتمع، هم الذين يحفظون حق الدولة، هم الذين يحفظون الحق العام، هم الذين يحفظون حق الطريق، هم الذين يحفظون حق المياه العامة أو البوارد العامة. هؤلاء جميعا الذين يعطون أولوية للحق العام هم الذين يتصرفون التصرف الصحيح، ومن خلال إعلاء شأن الحق العام يمكن أن يزدهر الحق الخاص، ويمكن أن يحافظ الإنسان على حقه الخاص، ويعم بذلك الرخاء، ويتحقق المقصود الشرعي في رفع الضرر عن الناس وجلب المصالح لهم. أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الفهم الصحيح لدينه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يرفع عنا هذه الغمة، وأن يسبغ حمايته ورعايته لمصر وللإنسانية كلها، فيزيل عنها هذا الوباء الذي عم وطم، وأن تكون داخلة في قوله تعالى: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. اللهم أحد بعلمك وقدرتك وحفظك هذا الوباء، واحفظنا منه يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.